طبيب لم يدخل كلية الطب، لا تتدلى سماعة على رقبته، ولا يملك يدا حانية تربت على كتف المريض، ومع ذلك فإنه يساهم في تشخيص الأمراض وعلاجها بفعالية لا تصدق، بل ويناوب 24 ساعة دون كلل أو ملل. إنه طبعاً الذكاء الاصطناعي الذي تتجانس أدواته مع الجهد البشري لتقديم رعاية صحية فائقة لم نكن لنصل إلى مستواها دونه. يمكن للذكاء الاصطناعي وبسرعة عالية معالجة كميات هائلة من الوثائق السريرية وتحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج الطبية بدقة، من تحليل سجلات المرضى إلى اكتشاف الأدوية وتطويرها. كما يمكنه تخصيص العلاجات لتناسب احتياجات المريض الفردية، يعني لكل مريض علاج خاص به يضمن فعالية أكبر، إضافة إلى قدرته في الكشف حتى عن التغيرات الطفيفة في العلامات الحيوية والتي قد تشير إلى مشكلة محتملة. يساعد الذكاء الاصطناعي أيضا في تطوير المناهج الطبية التي تعتمد مبدأ إذا، مثلا إذا كان الشخص يعاني من الحمى إذا هناك احتمال لإصابته بالإنفلونزا. لكن بالتأكيد قد يكون هناك تفسيرات أخرى لهذا العرض، إذ يمكن للقواعد الطبية والتي يتجاوز عددها الآلاف أن تتداخل وتتعارض وقد تنهار في النهاية، ما يصعب عملية التشخيص الدقيق للحالة. وتخيلوا مثلا لو اكتشفنا معلومة طبية جديدة، سيكون تغيير تلك القواعد مهمة صعبة للغاية. هنا يأتي الذكاء الاصطناعي ليستبدل الأنظمة القائمة على القواعد المحددة بأدوات تفسر البيانات المتغيرة باستخدام خوارزميات طبية خاصة. يقلل الذكاء الاصطناعي أيضا الوقت المبذول للرعاية الصحية من خلال القيام بالمهام الإدارية مثل إدخال البيانات وجدولة المواعيد، كما يخفض نسبة الأخطاء البشرية في مراجعة السجلات الطبية والتصوير الطبي ومعالجة نتائج الاختبارات السريرية.